بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. بتكلم النهاردة، بكلم ستات البيوت عن افتكاسات او حاجات بنسمعها دايما بيظلموا فيها الزراعيين. الحاجة دي دايما يقول لك الخيار بنحطوه في التلاجة النهاردة الصبح بيكبر، او الخيار حطيته في التلاجة النهاردة اصبح الصبح عبارة عن مية او ابتدى يبقى طري. تمام، القصة دي اصل بتوع المهندسين الزراعيين بحطوا اسمدة، بحطوا مبيدات، بحطوا كل ده، هو مفيش اي مشكلة فيه. ولكن انا عايز اوضح لحضرتك حاجة. لو جينا للخيار ده، بيت مزروع خيار اهو، تخيلي كل الانتاج ده هو عبارة عن خيار، ده خيار كل اللي انت شايفينه تقريبا، يعني عدد مئات في الـ 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 النبات الواحد. تمام، لما باجي بجمع من البيت اللي قدامكم ده هو، بجمع منه حوالي 2.5 طن. تمام، في الوقت الحاضر يوم ويوم تقريبا يعني. تمام، طيب ال 2.5 طن دول انا مش عايز حاجة، يعني انا في غنى عن اني ارش هرمونات او ارش اي مواد تعمل على زيادة الانتاج، لان الانتاج اساسا زايد بايه؟ زايد بي من فوق اساسا بالهجن الجديدة اللي طلعة، واللي هي فيها يعني كميات غريبة جدا. تمام، بنيجي على الخيار ده هو، ايه قصة انه هو لما بيتحط في التلاجة الخيار ده هو بيبدأ الصبح او يوم او اتنين ويبدأ يبقى طري. تمام، او انه هو بيكبر. تمام، هو مش قصة بيكبر ولا حاجة. انا اقول لحضرتك على حاجة، احنا النهاردة درسنا حاجة اسمها في ثانوي وفي اعدادي كمان درسنا حاجة اسمها الخلية النباتية، والخلية النباتية دي معروف ان هي محاطة بحاجة بسموها السيل وول او الجدار بتاع الخلية. تمام، طيب انا لما الخيار ده تقريبا 98% من وزنه مية، يعني انا لو حطيت الخيار ده هو في التحاليل بتاعتنا، لو حطيت ثمرة الخيار ده هي حطيتها في 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 فرن على درجة حرارة 80 درجة مئوي ونشفتها لحد ثبات الوزن، تقريبا هي لو 100 جرام هتطلع لي 3-4 جرام في الآخر رماد بتاعها. تمام، طيب الباقي راح فين؟ الباقي ده مية، الباقي ده مية، يعني عندك حوالي 95% من الخيارة دي عبارة عن مية. ولذلك دايما مرضى السكر يوصوهم بأن كله خيار، ليه؟ كوجبة ملأة ما بين الوجبات ولا يحتوي على سعرات حرارية، وبالتالي هو كويس جدا. تمام، دايما يقولوا حطوه على الوش، ليه؟ عشان فيه مية كتيرة ومرطب. تمام، المية دايما معروف أن هي مرطبة، تمام، لأن هي رطوبة. تمام، طيب الخيار ده بقى قلنا لما هو فيه مية كتير، لما بنحطه في التلاجة ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ لما بنحطه في التلاجة بتحصل حاجة اللي هي المية اللي في السيتوبلازم بتاع الخلية، تمام، او المية، خلينا فلاحي كده، المية اللي فيه بتبدأ تتجمد، او بتبرد زيادة عن اللازم وتوصل لحالة التجمد. لما بتبدأ تتجمد او بتزيد درجة اللي بتقل درجة الحرارة بتاعتها، تمام، اذا فبيبدأ السيتوبلازم او المية اللي جوه يزيد حجمها. معلوم ان احنا لما بنمسك ازازة مية وبنحطها في الفريزر ما بنحطهاش ازازة ازاز، تمام، او لو حطينا ازازة المعدن بتاعها او المادة المصنوعة منها ازاز، فبالتالي لازم تكون فاضية شوية. فاضية شوية ليه؟ لان معروف ان المية لما بيبدأ تتجمد بيزيد الحجم بتاعها، تمام، وبتقل الكثافة بتاعتها، تمام، وبتقل الكثافة بتاعتها. فالمية هنا لما بتتجمد بتعمل ايه؟ بتعمل تهتك في جدر الخلية، السيتوبلازم او المية اللي في الخلية النباتية اللي جوه دي، تمام، لما بتتجمد بتبدأ يزيد حجمها، تمام، ولما بيزيد حجمها بيعمل ايه؟ بيعمل تهتك للسيل وول او جدار الخلية، فبالتالي بيضغط برضو على الجلد اللي بره ده هو، فبتدي تبص تلاقي فيه تهتك، وخصوصا لو طلعته بره التلاجة او تبص تلاقيه ابتدى يبقى ايه؟ يبقى طري. دي ايه القصة بحالها اللي بتحصل دي؟ مش معنى ذلك ان احنا بنقول مفيش متبقيات مبيدات، مفيش الكلام ده، لا، في متبقيات مبيدات وفي ناس بترش وما قلناش اي حاجة في القصة دي، ده موجود. تمام، طيب
الحالة التانية بقى ان هو بيزيد الحجم بتاعه، هو مزيدش الحجم بتاعه ولا حاجة، هو كل اللي انت عايز تعرف زاد الحجم اوزن قبل ما تحطه في التلاجة واوزن بعد ما تخرجه من التلاجة. كل القصة وما فيها ان هو بيبدأ يعمل لي ايه، كل القصة وما فيها ان هو لما المية بتزيد جوه برضو بيزيد الحجم، لان بينتفخ المية اللي جوه بتزيد التمدد بيزيد المية اللي جوه بيزيد الحجم بتاعها، وبالتالي بيزيد تمدد الثمرة بتاعت الخيار ده هي، فبتشوفها ان هي كبرت. وعد على ذلك بقى نقعد ونتكلم ونقول ده انا شريت امبارح 2 كيلو النهاردة طلعوا 2 كيلو، النهاردة طلعوا 3 كيلو، ايه اللي حصل ده الحجم بتاعهم بيزيد، ده المهندسين عمالين نازلين ولا بيزيد ولا بحاجة. هو كل اللي حصل أصلا يعني زي ما شرحنا دلوقتي، فكله بالهنا والشفاء وما تخافوش من أي حاجة. في متبقيات مبيدات، في متبقيات مبيدات، أنا ما بجزمش بأن ما فيهوش، ولكن معظم الناس اللي عندها دين وضمير بتحافظ على القصة دهيت، بتحافظ عليها قدر المستطاع. أن احنا في فترة ما قبل الحصاد بنحاول، لأن المبيد لفترة معينة بتكون 7 أيام، بعدها بتبدأ الروابط الكيميائية اللي فيه تتكسر، وبالتالي الدنيا بتبقى سهلة جدا مع الغسيل، العملية بتبقى كويسة جدا. بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.